أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن الأسير بلال كايد أنهى إضرابه عن الطعام الذي استمر 71 يوما بعد اتفاق بين محاميه والمدعي العسكري والنيابة الإسرائيلية يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري له والإفراج عنه في 12 من كانون أول المقبل. وأشارت مديرة المؤسسة سحر فرانسيس إلى أن الاحتلال تراجع عن قرار إبعاده إلى خارج فلسطين لمدة 4 سنوات. تؤكد مؤسسة الضمير على انتصار المعتقل بلال كايد ضد قرار تحويله للاعتقال الإداري بعد أن قضى 14 عاما ونصف في سجون الاحتلال. أنهى المعتقل بلال كايد إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 71 ليلة أمس بعد أن تم الاتفاق بين موكله المحامي محمود حسان والمدعي العسكري والنيابة العامة كممثلين للقائد العسكري للاحتلال، يقضي بعدم تجديد أمر الاعتقال الإداري الحالي بحق المعتقل كايد وإطلاق سراحه يوم 12 ديسمبر 2016. ميدانيا، أقدمت قوات الاحتلال على تقطيع عشرات أشجار الزيتون في بلدة حوارة جنوبي نابلس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بتقطيع أشجار الزيتون الواقع على جانبي الشارع الرئيسي بحجة رشق مركبات المستوطنين بالحجارة من بين تلك الأشجار. أعلنت القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية في مدينة نابلس عن تأجيل تسليمها لقوائمها الانتخابية للجنة الانتخابات المحلية. وقالت القوى إنها أجلت تسليم قوائمها الانتخابية للجنة الانتخابات المحلية لمدة 4 أسابيع. في موضوع آخر، 4 ملايين يورو قيمة ما فازت به 5 جامعات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على مستوى العالم لفئة المشاريع العلمية لعام 2016 ضمن منح بعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي، حيث ستساعد هذه المشاريع التي سيتم إطلاقها على تحديث نظم التعليم العالي وعولمته. نختم الموجز مع حالة الطقس، فمن المتوقع أن يكون الجو يوم غد الجمعة حارا وجافا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.